الرمز نثبت هويتنا الإفريقية بين قوسين فقط. مانديلا يعتبر نفسه جزائري وقالها هو بنفسه، وباش يكونوا في الصورة، لأن ربما إخواننا في بين ما هو شو طالعين على التاريخ تاع بداية الثورة، مانديلا التحق بالصفوف تاع الثورة الجزائرية في 61 حتى يتدرب ويدرب الجماعة اللي معاه لانطلاق في حرب تحريرية في جنوب افريقيا لإسقاط النظام العنصري، نظام الابارتايد. لما رجع من الجزائر لقوا عليه القبض. بعد ما خرج من السجن مانديلا أصبح إيكونة في حر في الحب للحرية والتحرر والتحمل، لأن تحمل شيء ما يتحقلين من البشر اللي يتحملوا المدة اللي كان مسجون فيها إلى آخره. أول ما زار هنا وقال أنا جزائري، الجزائر وطني، يعني مانيش لاجئ ولا كذا، لأنه على هذه المعرفة يكون إفريقية، وما دامنا دخلنا في إثبات الهوية الإفريقية ما نوجدوش رمز ليمثل الجزائر ويمثل جنوب إفريقيا، إذن إفريقيا كلها مثل نيلسون مانديلا.